على مدى أكثر من 40 عاماً، من الأقرب شبهاً للأميرة ديانا؟ Yeah, I think that's been the story of my whole life. لا، هالصور كلها مش للأميرة ديانا، إنما لممثلات قدروا يجسدوا دورها بأكثر من عمل، فالفضول دايماً بيلف حول قصة ديانا، والكل بيحب يعرف تفاصيل أكثر عن حياتها على مختلف الأصعدة. وآخر عمل من هالنوع كان The Crown بموسمه السادس، ولأداء دور البطولة كملت بدور الأميرة ديانا إليزابيث دبكي اللي كانت بدأت فيه بالموسم الخامس اللي تم إطلاقه عام 2022. والملفت كان الشبه الكبير بالشكل، التعبير وحتى الإطلالات. وبهالجزء بيتابع الجمهور الجانب الشخصي من حياتها، مثل طلاقها من الأمير تشارلز وارتباطها بدودي فايد. ولأنه هذه مش بداية قصة الأميرة ديانا بذا كراون، كانت بلشت بهالدور أما كورين اللي شفناها بالموسم الرابع بأكثر إطلالات آيكونيك لديانا، وأدائها خلاها تحصل جائزة جولدن جلوب وتكون من المرشحات للأمي ولجائزة ساغ. وبين أما وإليزابيث كان في حضور لافت لكريستين ستيوارت بدور ديانا في فيلم سبنسر اللي تم طرحه عام 2021 واللي خطفت أنظار الكل بالشبه الكبير بينهم. وهالفيلم بينقل للمشاهدين المرحلة اللي اكتشفت فيها ديانا أنه زواجها من الأمير تشارلز مش ناجح وقرر انفصالها عنه. ومحبي كل أنواع الأفلام كان لهم فرصة يعرفوا أكثر عن ديانا. فعام 2020 تم إطلاق ديانا The Musical واللي كانت فيه جينا دوال عم تلعب ليدي ديانا خلال مراحل استعدادها للزواج وتداعياتها القرار من حياة زوجية معقدة، بالإضافة لعلاقة تشارلز بكاميلا. عام 2013 كانت نايومي واتس بطلة فيلم ديانا الرومانسي والدرامي، ولا تقدر تجسد هالدور خضعت واتس لأسابيع من التدريبات من ناحية الكلام واللوك، فلجأت للويج وكان الشبه بينهم كبير. قصة حب الأمير ويليام وكيت ميدلتون جسدها دان أمبوير وآليس سانت كلير في فيلم ويليام أند كاثرين A Royal Romance عام 2011. بس حضور الأميرة ديانا كان مع بداية الفيلم وجسدت الدور لازلي هاركورد. والواضح أنه تجسيد دور ديانا مش جديد، فعام 2007 كانت جينيفيف أوريلي عم بتجسده بفيلم ديانا Last Days of a Princess إلى جانب باتريك بالادي اللي لعب دور دودي فايد. وبعد وفاة عام 1997 تم طرح فيلم ديانا A Tribute to the People's Princess من بطولة أيمي ساكوم، وأعمال كثير سبقت هالسلسلة، فشفنا جولي كوكس عام 1996 عم تلعب دور الأميرة ديانا في فيلم Princess in Love، سيرينا سكوت توماس عام 1993 في فيلم ديانا Her True Story، كاثرين أوكسنبرغ في فيلم The Royal Romance of Charles and Diana عام 1992 بعد 10 سنوات على أدائها نفس الدور في Charles and Diana Unhappily Ever After عام 1982، وكارولاين بليس قدمت هالشخصية في فيلم تشارلز أند ديانا A Royal Love Story عام 1982.